قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أهلا بكل من يتابعني عن كثب. حابة أتكلم عن موضوع كتير مهم بخصوص حادث السير اللي صار معي، خطوات التعامل مع الوذمة اللي صارت بكاحل القدم. 10/12/2021 سوت تأثير قوي بحياتي، ولكانت لمدة 25، خليتها ووضع الجبيرة الثابتة أيضا لمدة 25. طبعا هاي الجبيرة الثابتة كانت كتير صعبة، كنت أسأل دائما نفسي كيف رح أتحمل هذا الثقل لأتحرك رغم الأعمال الكثيرة بحياتي، لكن الحمد لله رب العالمين. استخدم طبعا بدايتها الكرسي المتحرك حتى أكمل أموري. طبعا حولني دكتور الأورتوبيدي لمحمد عاكف أرسوي حتى نعمل فحص الرنين للقدم ونعرف سبب الوذمة، شو الشغلات اللي سببتها في القدم. طبعا هذا الشيء كان في منتصف الليل في 1/1/2022 بداية السنة، حتى نكون متأكدين من نتائج الوذمة وتأثيرها على القدم. الحمد لله تم عمل الصور الفوتوغرافية. منطقة حول البرتقالي هي مكان الوذمة التي تسببت في الألم لكامل القدم. طبعا بعدها التقرير الخاص بالوذمة من مستشفى محمد عاكف أرسوي، كيف انه الوذمة سببت في تهتك للأنسجة والأوعية الدموية بالقدم، شرحتها في فيديو سابق. نكون مع الله في السراء والضراء حتى ربنا يكون معنا ويساعدنا. اللهم من أراد بنا كيدا وشرا فاشغله في نفسه وامكر به بقوتك يا أكرم الأكرمين. كما يقولون تنذكر ما تنعاد، لكن أنا ذكرى حلوة وكانت بالنسبة لي حادث السير، حابة أوثقها بفيديوهات عن تسلسل الشفاء.